من أشهر أكلات الكويتية؟ مكبوس دياي، تبولة، ستيك. مكبوس دياي ولا تبولة ولا ستيك؟ أنا أقول مكبوس دياي، أعتقد مكبوس دياي. ها تبولة ولا مكبوس دياي؟ لا مكبوس دياي. ولا ستيك؟ تبولة؟ مكبوس دياي. أكيد مكبوس دياي؟ أكيدين. أخاف تبولة؟ لا لا مكبوس. أخاف تبولة؟ ستيك؟ قول لا لا أخاف لا ستيك. لا ستيك يعني تبولة يمكن، الستيك مو عربية يعني. طبعا نوجه تحية حق الإعلامي وأخونا الكبير أبو أحمد محمد الملة، يعطيك العافية، شرفنا بالاستديو بس قاعد باللوكيشن ماله. يعطيك العافية أبو أحمد. شلونك؟ كل عام وأنت بخير أبو أحمد. خلونا نشوف الجوائز الكبرى. خلينا نشوف الجوائز الكبرى. الجائزة الكبرى الأولى، الجائزة الكبرى الأولى طيارة، رحلة بطيارة خاصة لستة أشخاص، إقامة بفندق لمدة إقامة عفوا كويت دبي كويت، الإقامة لمدة 3 ليالي، بوكيت ماني 1000 دينار، ليموزين ينطركم بالمطار يوديكم للفندق، ومن الفندق للمطار ويتجول فيكم بدبي. خلينا نشوف الجائزة الثانية، تويوتا كامري 2010، تويوتا كامري 2010 لون أسود، أسود ملكي، لا الزعيم مو الملكي، الشاهد الملكي طبعا، الملكي تحيات الملكي، لون الزعيم. ونشوف معاكم، خلينا نشوف الجائزة الثالثة، طقم الماس يلق لك، يلق لك طقم الماس، يلق لك يلق لك يلق لك يلق لك يعني يلق لك يلق لك طقم الماس يلق لك. طبعا طريقة المشاركة مشاهدينا وحبايبنا، كاف أو سي مسافة، الإجابة الصحيحة على الأرقام الموجودة عندكم على الشاشة. ما ندري في اتصال ولا ناخذ فاصل، ناخذ فاصل ولا في اتصال؟ أنا موجودة. في اتصال ونقول ألو. ألو 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 ألو. عيدكم مبارك يا شاهد. عيدك مبارك، أيامك سعيدة إن شاء الله. تلفزيون صوت عالي إن شاء الله. شلونك؟ طيبة إن شاء الله. الحمد لله بخير. زين قصر على صوت التلفزيون عشان تسمعيني أفضل وأحسن. قصر على صوت؟ صوت التلفزيون، صوت التلفزيون قصر عليه. قصرنا. لأن إذا سمعتينا من صوت التلفزيون ما راح تربحين شيء، راح يصير عندك صوت صدى. الحين قصرت على الآخر. يلا سمعيني من سماعة التليفون. تعرفين قواعد اللعبة؟ شلونك أخبارك؟ الحمد لله بخير. طيبة إن شاء الله. والله نحمد على كل حال. زين شلون العيد وياكم؟ قواعد اللعبة تعرفينها؟ شنو؟ قواعد اللعبة تعرفينها؟ مو تقول مسلسل ولا حلقة؟ اي ولا ايوه 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 ايه. لا الحلقة شكل، الحلقة ما لها شغل، الحلقة ما لها شغل، مسلسل، مسرحية، أغنية. اي نعم. عارفة قواعد اللعبة؟ اي نعم. يلا اختاري هديتك، كراتشي الماس ولا كوبون إيجار سيارة كشخة لمدة يوم ولا تذكرة سفر كويت بيروت كويت، تليفون سيمنز أرضي ولا إقامة بفندق ولا اشتراك دي اس ال بسرعة 1 ميجا بايت لمدة 6 اشهر. يعني بذمتك على هالهدايا وحرمة، يعني شنو تختار؟ اكيد تراكي. أكيد تراكي. يلا تستاهلين. يلا بس جاسم، جاسم قبل لا نبلش، جاسم شو اسم برنامج، شو اسمه؟ شاش مو بلاش. على راسي. عافية عافية. سلم راسك يا دراسي. الله يسلمك. يلا يلا ها لقي لي عاد شيء يسوى. عيدية عيدية منك إن شاء الله تستاهلين. قولي أيوة. يلا طلع أي واحد اللي يطلع من يديني. كان مخول يلا اللي يطلع من يديني. طيب مثلك ها؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ركزي معانا ها؟ مركزه ان شاء الله. زي. ركزي معانا. هذه شنو؟ اذا سوينا لك كذي يعني شنو؟ يعني حلقات؟ لا الف ولام، يعني قبل الكلمه الف ولام. انزين. يلا. يلا. انزين. المهم جاهزه؟ ان شاء الله. شنو هذه؟ هذه ميوزك. هذه مسلسل. لا هذه أغنية. أغنية أنا وهقتك سويت لك كذي بالبداية. أغنية يلا. كم كلمة؟ كم كلمة؟ كلمتين. الأولى الأولى إيه.
ولا اقول لك الثانيه؟ الثانيه قبلها شنو؟ الف ولام. شنو الثانيه قبلها؟ الف لام. اي شنو هذه؟ الدمعه. اوكي الدمعه. الاولى كذي تشوفيني تي شنو؟ لحظة سجن هذا؟ اي ها لا يعني سجين؟ لا 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 اسير؟ لا لا كذي كذي شنو؟ دمعة سجين؟ لا لا انا الحين كذي احبس الدمعة احبس انت خسران خسران راح عليك الوقت خسران يا عمي خسران عليه ما عليه ما عليه يعني حبس احبس الدمعه اغنيه الفنان عبد الكريم عبد الغادر طبعا لا شك واكيد ما حد خسران ويانا ربحتي معنا اشتراك دي اس ال مده 3 اشهر الو عادل الو عادل مساء الخير مساء النور شلونك يا عادل بخير الحمد لله عيدكم مبارك عادل كم عمرك عادل انا عمري 13 ما اسمع كم عمرك 13 كم حصلت عيادي 66 كذي على راسي والله 66 زين بسألك يعني ليش منو اعطاك دينار خلاهم 66 ليش مو 65 او 70 اعطاني 66 هم اعطوك 66 ولا صرفت منهم ولا صرفت منهم صرفت صح للحين 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 ما صرفت منهم زين ايه الوالد كم اعطاك الوالد اي الله يخلي لنا اعطاني 5 الله يخلي لك والوالده 5 زين هذه 10 هذه 10 الله يخليهم لك ان شاء الله يا رب ويحفظهم لك زين شكرا احنا ان شاء الله هم راح نعطيك عيديه بس ها ركز وفوز ها زين شو اللي تختاره عندنا تراتي الماس عندنا ايجار سياره يوم كشخه عندنا تذكره سفر الكويت بيروت الكويت عندنا تليفون سمنس ارضي وعندنا قام فندق اشتراك بي اس ال تراتي الماس تراتي الماس حق منو حق الوالده الله يخليها لك ان شاء الله الله يخليها يا جاهز؟ جاهز شد حيلك؟ ان شاء الله شد حيلك؟ والله على على الطرف، شد حيلك؟ ان شاء الله ركز ايش اللي تختاره؟ اول على اليمين ان شاء الله اول على اليمين؟ كرت الاول ولا الثاني على اليمين؟ يلا ما ابي اغنيه ما ابي اغنيه ما يسمع اغاني يلا شوف يلا اوكي، اغنيه تبي اغنيه؟ لا بدون اغاني ليش ما تحب تسمع اغاني؟ لا لا كلش ما تسمع اغنيه؟ كلش جزاك الله خير. هذه شنو؟ مسرحيه مسرحيه شنو هذيل؟ كم هذيل؟ ثاني كلمه ثاني كلمه الحين شنو هني؟ ثاني كلمة؟ لا لا شوف ايدي اي ثاني كلمة شنو اذا الشرط هناك شنو يمين ولا يسار؟ شنو؟ يمين ولا يسار؟ الحين قاعد اشتر وين انا؟ يمين يمين وبعد شنو في؟ شمال وفي شنو؟ شرق وغرب يعني شرق وغرب قول شرق شرق يلا الثانية شرق الأولى شنو؟ الأولى يمين الأولى أولى أولى هو مجمع مجمع بسرعة مجمع هو يلا خلص سوق شرق سوق شرق شو اسمه؟ سوق شرق سوق شرق سوق شنو؟ سوق شنو؟ سوق شرق سوق شرق تقول؟ لا لا دافنيوز 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 مو سوق شرق لحظة إيه؟ انت شوف هني واذا صح صفق اوكي ولا اللي تقوله تعال شوف اذا صح صفق وصارخ قول يس انا فزت يس المبروك لك وتستاهل التراتشي على راسي الوالدة شوف الو عادل المبروك عادل نعم الوالده اعطتك عيديه 5 دنانير بس انت اعطيتها اكثر من عيديتها خزيد تستاهل خزيد لك العيديه الف مبروك وتستاهل الله يبارك فيك مشاهدينا الكرام ناخذ هذا الفاصل لا ونرجع. ناخذ الصوره جاسم يا سلام خلينا نروح الصوره خلينا نشوف الصوره خلينا نشوف الصوره خلينا نشوف الصوره الصورة طبعا حق فنانة طبعا معروفة فاصل وبعدين صورة وفاصل عادي وصورة عادي احنا متعودين تدري شوف انا اقول لك انا اقول لك طبعا فنانة منى شداد منى شداد منى شداد منى شداد او شو تقول انت؟ والله انا اقول يمكن
انا اقول لك ليش شنو؟ شو تقول جاسم؟ كيفك؟ نطلع فاصل ونواصل. مشاهدينا رجعنا لكم بعد هالفاصل، خلونا نشوف سؤال اليوم. نشوف سؤال اليوم. سؤال اليوم يقول من اشهر الاكلات الكويتيه؟ مشبوس لحم، مشبوس دياي، ولا تبوله، ولا ستيك؟ انا اقول مشبوس دياي. مشبوس دياي. شكل لحم طلع ما ادري من اللحم. لا هو يعني ستيك يعني. اي اي اي. مشبوس دياي ولا تب، انا اقول مهياوه. لا هذه ما ادري. ايش ده؟ اي هذه عندكم. انا قال لي اياها مخرجنا يعني اشكناني يقول ما هياوه يقول ماك يقول. طبعا مشاهدينا مشبوس لحم، مشبوس لحم اي نفس الشيء. دياي من اشهر الماكولات الكويتيه، مشبوس دياي ولا ستيك ولا تبوله؟ اللي يعرف الاجابه خلينا نشوف الجوائز الكبرى بعدين اقول لكم طريقه المشاركه. الجائزه الكبرى الاولى رحله خاصه طياره خاصه. كم شخص؟ 6 اشخاص. وين؟ في كم يوم؟ 3 ايام. بوكيت مانيش كثر؟ 1000 دينار. الليموزين طبعا تنطرهم هناك يتجولون بدبي الليموزين معهم. خلينا نشوف الجائزه الثانيه. الجائزه الثانيه هي سياره كامري 2010 مقدمه من تلفزيون الشاهد. خلينا نشوف سياره تويوتا كامري 2010. شوف الجائزه. الجائزه الثالثه هي عباره عن طمق 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 الماس. لا لا طمق طمق الماس يا جماعه. محمد يقول طمق الماس. طقم الماس. طقم. لا 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 طمق. انا طمق الماس. لا لا اي صدق علي طمقه هو. اي صح مطلوب. اي ابو عليك شلون. مشاهدينا الكرام طريقه المشاركه سي او كاف. كاف بالعربي سي بالانجليزي. مسافه الاجابه الصحيحه على الارقام الموجوده عندكم على الشاشه. وخلك ويا محمد بطمق. الو الو خالد. هلا والله. مساء الخير يا خالد. مساك الله بالنور ارضى. كيف حالك؟ عيدك مبارك ان شاء الله. عيدنا وعيدك ان شاء الله. شو اخبارك؟ والله انت شكلك من صوتك توزع عيادي صح؟ والله يا ليت. اي مبين عليك وزعت وايد عشان كذي صوتك تعبان. اقول يا ليت. ان شاء الله يا رب. يا ليت. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. تعرف قواعد اللعبه؟ ما اعرف انا. تعرف قواعد اللعبه ولا لا؟ تعرفها؟ حلو. طال عمرك عندنا ايجار سياره يوم، عندنا تذكرة سفر كويت بيروت كويت، عندنا تلفون سمن سرضي، إغامة فندق، اشتراك بي اس ال. شو اللي تختاره؟ التذكرة. التذكرة. تذكرة سفر. حر. بتروح بيروت. زين ايش عندك ببيروت اذا تروح؟ رايح بيروت قبل هالمرة؟ رايح بيروت ولا أول مرة بتروح لها؟ لا والله ثالث مرة. إذا ثالث مرة. جات من إيدك يعني. إن شاء الله إن شاء الله تستاهلها. زين وين رحت بيروت؟ اكيد بحمدون. تقدر سلدير. سلدير جوني. ما رحت عليه؟ ترى حلوه سلدير. وين؟ عليه عليه. لا والله ما رحت. ما رحت جوني. حمود يقول لك رحت السلدير الداون تاون. ما رحت الداون تاون؟ لا ما رحت صوب جونيا. جونيا اي رحت. يلا جاهز يا يلا جاهز يا خالد؟ جاهزين. يلا اختار كرتك. على ذوقك. على ذوقي. المشكلة تذكرة بيروت راح تروح. يبيها من قلب. يبيها من قلب. ما راح تروح. يلا اذا ما تبيني اروح عادي راضي. شنو هذه؟ أغنية. أغنية. أوكي. كلمتين. كلمة كلمتين ولا كلمة؟ كلمتين. كلمة الأولى. كلمة الأولى. شنو جاسم؟ شغلة هني وشغلة هني وشنو؟ يعني يقول لك فلان واقف هني وفلان واقف هني وفلان بالنص. شنو؟ بالنص. بالنص شنو يقولون فلان كذي كذي يعني شيء شيء ما اوكي شي. بين قلتها بين. زين بين شنو؟ بين بين الاصابع؟ لا بين نارين.